الآن هذه الصور مرة أخرى من القطاع الغربي بالجنوب اللبناني. خليل بن طويلة موفد الغد موجود هناك، ما الذي يدور عندك خليل؟ أزيد من 10 غارات متتالية مستمرة إلى هذه اللحظة مع استمرار تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء، نسمعه بشكل دقيق. ولكن قبل ذلك كان هنالك استهداف أو بدقائق قبل ما تشاهدون في هذه الصورة في منطقة الشياح، كان هنالك استهداف لمباني سكنية داخل مدينة صور، وهذه هي المرة الثانية بعد البارحة بعد يوم أمس يتم فيها استهداف مباني مدنية. هذه التفجيرات وهذه الاستهدافات التي تشاهدون لتوها حدثت، هي ما زالت حتى نشاهد هناك طائرة أو سيارة الإسعاف متوجهة إلى المكان. إذن نحن أمام أكثر من غارة خليل، وربما في إحدى هذه الغارات تم استخدام أكثر من صاروخ أو أكثر من قنبلة. المرجح أنه تم استخدام صواريخ بالطائرات الحربية وليس بالمسيرات، لأننا كنا نسمع الطائرات، صوت الطائرات في محيط المكان الذي نحن فيه. مثلما يمكن أن تشاهد الآن على الأقل هنالك دخان أسود هناك، ثم دخان أبيض، ثم غارتين هناك، غارتان في تلك الضاحية، وهذه كلها جزء من مدينة صور. هذا محيط مدينة صور، نحن نقف الآن هنا بالقرب من وسط المدينة. البداية كانت باستهداف مبنى قريب جدا منا، ما أدى إلى حالة من الذعر بالنسبة للكثير من السكان. وهذه أيضا أخرى يبدو أنه شرع في موجة غارات مشددة مقارنة بوقت سابق من نهار اليوم. القطاع الغربي إجمالا ومنطقة حوش هناك والمناطق الأخرى مثل باريس وغيرها كانت ربما في هدوء على الأقل نسبي لمدة 5 ساعات، ولكن الآن تجدد القصف بصورة عشوائية، أو ربما نسمع الآن طائرة، هذا تفجير آخر لا أدري. نعم. ونرى ذلك البرج الذي استهدف الآن لتوه، شاهدناه وإياكم، ثم برج آخر. هذه دائما في منطقة الحوش التي تشكل واحدة من أهم الأحياء، أو هو أهم الأحياء في محيط مدينة صور، فيه عدد كبير من السكان إجمالا. أيضا بالإمكان مشاهدة ارتفاع أعمدة النيران لغارة جديدة هناك، لا أدري إن كنتم بالاستطاعة أو بإمكانكم أن تشاهدوه، هنالك أعمدة الدخان تتصاعد. وفي نعم نرصد معك خليل، نرصد معك خليل كل هذه التطورات لديك. نعم، وهذا كله على المباشر ننقله من هنا من صور، حيث يبدو وكأنها موجة مطولة من الغارات. الآن مدينة صور ومحيطها في القطاع الغربي الآن تتعرض لموجة كبيرة ومشددة من الغارات، لا ندري ما المستهدف تحديدا، لا ندري أيضا الشهداء، الجرحى وما إلى ذلك. الأمور صعبة جدا، التحرك داخل هذه المناطق أصبح بمثابة المخاطرة، لكننا نبقى هنا نرصد المكان. طيب. للعلم فقط للذين يشاهدوننا بأن هذه المنطقة هي طيب. هل لك خليل أن تبقى معنا؟ ما زالت أعمدة الدخان تتصاعد لديك إذن؟ نعم بالتأكيد، ما زالت أعمدة النيران تتصاعد مثلما يمكن أن تشاهد الآن، ولكن خف الضغط فخفت الضربات بشكل واضح، ولكن انتقلت إلى المكان الشمالي، إلى الضواحي الشمالية لصيدا وصولا، أو الضواحي الشمالية لصور وصولا إلى مدينة صيدا أو ضواحيها، حيث سمعنا أيضا دوي انفجارات هناك بشكل مستمر وأحيانا متقطع، لكن الآن لا نسمع الكثير من أصوات الطائرات. نعم. خصوصا المقاتلات، مثل ما كنا نسمع، أكثر ما نسمعه الآن هي السيارات، سيارات الإطفاء وسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التي
وإن قل عددها إلا أنها تتوجه إلى هذه الأماكن في منطقة شوف في الضاحية الجنوبية الشرقية من مدينة صور، المنطقة التي يسكنها عدد كبير من اللبنانيين، منطقة مثل ما يمكن أن تشاهد مكتظة، وهي ديموغرافيا إحدى المناطق الأكثر كثافة من الناحية السكانية. لكن مثلما كنا نقول، فإن حتى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي كان منخفض جدا، تماما مثل ما هو الحال في منطقة ليست بالبعيدة من هنا، حيث حلقت مسيرات أيضا بشكل منخفض من أجل استهدافات. ما زلنا بصدد التمحيص والبحث عن الاستهداف، عن طبيعة الأهداف التي أطلق باتجاهها الاحتلال الإسرائيلي صواريخه. لكن بالنسبة إلى الأخبار التي يتحدثون عنها في بعض المصادر من أن ثمة ملامح دخول ودخول بري، نعم، بالنسبة لجيش الاحتلال إلى لبنان، هذه الأخبار ليست مؤكدة. طيب، لم تعد مؤكدة إلى غاية الآن. طيب، إذن أشكرك خليل بن طويلة، موفد الغد إلى القطاع الغربي بجنوب لبنان.